مؤمنين معه من مقاولات أو مشغلين ومؤمنين اجتماعيين. تحت رئاسة وزير الشغل والإدماج المهني انطلقت مراسم افتتاح المؤتمر الدولي 15 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الضمان الاجتماعي. بطبيعة الحال الموضوع مهم جدا اللي هو يعني تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بالحماية الاجتماعية. هذا موضوع مهم جدا لأنه اليوم كنعرفوا احنا في اطار هذه الثوره الرقميه اللي هي ماشي فقط اداه تكنولوجيا بل هي ايضا اداه ديال الحكمه. بطبيعه الحال هذا الموضوع هو يقع في صلب اهتمام يعني العمل الحكومي، ولهذا كدت على البرنامج الحكومي المتعلق بالحكومه الرقميه و الاجراءات المتخذه خاصه المرسوم اللي هو كيتعلق بهذا الموضوع خاصة القضية البوابة العمومية. ولكن ليس هذا فقط بل اليوم الرقمنة كما شفنا في العروض كيمكن فيها اقتصاد الوقت، فيها اقتصاد الجهد، فيها فعالية في الإنجاز، فيها تقريب الخدمة من المواطن. ولما كنقولوا تقريب الخدمة من المواطن فيها الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية، لأنه احنا اليوم عندنا واحد المشروع كبير ديال تعميم الحماية الاجتماعية، وباش نعمموا الحماية الاجتماعية خاص المؤسسات اللي كتشتغل في الميدان ديال الحماية الاجتماعية تكون يعني قريبة من المواطن، فعالة، لأنه في الموضوع ديال الحماية الاجتماعية خاصة في التغطية الصحية وبعض الملفات ما هي ما كتنتظرش. توجد في السنوات الأخيرة اللي اليوم هي متداولة مستعملة من طرف المقاولات ومن طرف كذلك الأجراء فيما يخص التصريحات بالأجور والأجراء. البوابة الإلكترونية ضمانكم اللي أصبحت اليوم كتستوعب أكثر من 90% من الأجراء ديال القطاع الخاص، يتم التصريح بهم بلا أوراق بلا أي حاجة مباشرة من طرف البوابة الإلكترونية. كذلك تم تفعيل ديال واحد العدد ديال المواقع الإلكترونية سيت ويب دو لا سي ان اس اس، وكذلك تم إحداث تطبيقات لي زابلي على الهواتف الذكيه سور لي سمارت فون اللي كتمكن اليوم من التوصل بالمعلومه اللي محتاجها المؤمن، لا بالنسبه ليه ولا بالنسبه للافراد العائله ديالو، بصفه سلسه وسهله. وطبعا كاين انجازات اخرى ايجابيه جدا اللي قامت بها المنظمات الاخرى من غير سي ان اس اس، الزملاء ديالنا في الصناديق الاخرى، والمجموع تيعطي واحد الرياده بالنسبه لبلادنا على الصعيد الدولي. داكشي علاش لا يساس ارتأت باش تنظم هذا الدورة وهذا المؤتمر هنا في المغرب. اليوم تيشارك أكثر من 90 دولة، ممثلين ديال أكثر من 90 دولة، أكثر من 130 منظمة ديال الحماية الاجتماعية اللي كتمثل جميع القارات، والعدد ديال المشاركين من غير المغاربة اللي جايين من برا تقريبا 300 مشارك. الخطوات الأولى بالنسبة للتحديث ديال الرقمنة، التعامل مع البيك داتا اللي هو الموضوع اللي غادي يكون موضوع ديال المستقبل بالنسبه لجميع الهيئات، وكذلك الاستثمار ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي اللي غادي يكون كذلك من المشاريع الكبرى اللي كيشتغل عليهم جميع الدول وحتى بالنسبه للزملاء ديالنا هنا في المغرب. هذه التظاهره المتميزه عرفت مشاركه العديد من البلدان ممثله بوفود قويه مثل روسيا واندونيسيا والغابون وكوريا الجنوبيه من اجل استشراف المستقبل والبحث عن حلول مبتكره لمواجهه التحديات ذات الاولويه.